ما نراه في روسيا اليوم هو أن الاستخبارات التي جاء منها بوتين هي التي تتحكم في الدولة، وأن الكرملين وأجهزته الأمنية هم المسيطرون وليست القوانين. ولو كان الدستور متبعاً في روسيا لشهدنا انتقالاً سلمياً للسلطة. هذا الوضع يتجلى على كافة الأصعدة ولا يقتصر على تسميم قادة المعارضة. لو صح نبأ تسميمه فلن يكون أليكسي نافالني هو الأول. إدوارد هاموند كرس حياته لدراسة تاريخ التجسس والاغتيالات. Let's think about the history of Trotsky. So, Bolshevik Revolution. ليون تروتسكي أحد قادة الثورة البلشفية، كان أبرز منافسي جوزيف ستالين في الاتحاد السوفيتي. والبعض يقول إن ستالين كان يغار بشدة من تروتسكي المفكر فصيح اللسان، فوضع خطة لاغتياله. في منفاه الاختياري بالمكسيك نجا تروتسكي من محاولة قتل أولى فتحت خلالها النار على مقر إقامته. أثر الرصاص الذي أطلق في أذار مارس 1939 باقية إلى اليوم. محاكمة موسكو لا تمت للشيوعية ولا للاشتراكية بصلة، وإنما هي نتاج للستالينية وللاستبداد غير المسؤول على مؤسسات الشعب. أفلت مرة، لكن ستالين المصر على اغتياله دبر لمحاولة ثانية. خلال أقل من عامين غرس عميل سوفيتي فأس جليد في رأس تروتسكي منهيا حياته. وقتها نفت موسكو أي علاقة لها بالجريمة، وبعد عشرات السنين وجدت آدات القتل طريقها إلى متحف أمريكي.